بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة والتسليم على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد. أيها الأخوة والأخوات في مجموعتنا المباركة الرائعة، السلام عليكم ورحمته وبركاته، وسعدتم مساء وطابت أوقاتكم. بادئ ذي بدء أتقدم بجزيل شكري وتقديري وامتناني إلى سعادة مؤسس شبكة إعلام المرأة العربية أستاذنا السفير الجليل والأستاذ القدير الدكتور معتز صلاح الدين. ومع حلول ليلة الجمعة المباركة أدعوكم لقراءة سورة الفاتحة الكتاب على روح المرحوم الأخ الشقيق للأستاذة وداد سلام القيادية في الشبكة، ولأرواح أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله تعالى. سأتناول في أمسيتي الأدبية معكم الليلة رؤيا لقصيدة كتبها شاعر ألماني يدعى فريدريش هيلدرلين، والحقيقة أن ما دعاني لاختياره هو اقترابه في أحاسيسه ومشاعره ونفثات صدره من شعراء العربية الذين ابتلوا بالحب وكابدوا منه وعانوا من أجله. Created with free version for non-commercial فهذا use. الشاعر قد وهب الشعر كل شيء، فأعطاه الشعر بعض أسراره الغامضة، ثم لاح له الحب فغرق حتى الوهم ثم الجنون فيه. العائق الأكبر الذي يحول بينه وبين محبوبته بعدها الشاسع عنه، لذلك كانت معاناة شاعر الغربة الذي عاش غريبا في عصره وبين أهله. اسم القصيدة أمضي كل الأيام. يقول في مقدمتها: أمضي كل الأيام على درب غير الدرب، حينا للشجر الأخضر في الغابة، حينا آخر للنبع للصخرة حيث الأزهار مفتحة الأكمام. أنظر من فوق التل إلى السهل، لكنني لا أجدك يا أبدا يا حبي، في أي مكان لا أجدك أبدا. في النور تتطاير مني الكلمات وتروح الأنسام، كلمات الطيبة، وكانت فيما مر من الأيام حقا. أنت بعيد ناء يا وجه النعمة، يخبو نغم حياتك وأنا لا أملك أن أنصت. يا أيتها الألحان الساحرة الصوت، يا من أفرغت على قلبي الراحة من نبع الخلد. طال العهد وغاب، شب الولد وشاب حتى الأرض، وقد كانت تبسم لي عابسة الوجه. الآن أقول وداعا، عيشي في خير، روحي كل نهار ترحل عنك تعود إليك، عيني تبكيك تريق الدمع، تتمنى يوما أن تصفو كي ترنو لك فتراك هناك وتهنأ بك. هذه أغنية لم تتم، فقد اختفت في صدر الشاعر مع غصة الفراق، أنه تلفت بقلبه وعينه إلى حيث تقيم المحبوبة، ولكنه لا يستطيع أن يخدع قلبه ولا عينيه عن بعد الشاطئ واستحالة اللقاء، ومع ذلك فهو لا يزال يناجيها ويتعلق بها كما يتعلق الغريق بطوق النجاة. وكيف يصدق أن حبيبته ديوتيما التي جسدت حلم حياته بالجمال الإغريقي وعالم النورانيين، بل أوشكت أن تتمثل أمامه واحدة من تلك القوى العلوية التي طالما حن إليها وناشدها العودة إلى الأرض المعذبة والبشر الفاني، كيف يصدق أنه حرم منها إلى الأبد وأنه سيهيم بعدها كما تهيم الظلال؟
أنت يا من أشرت لي قديما وأنا في مفترق طرقي، يا من علمتني بصمتك وأوحيت لي في هدوء أن أرى العظمة، هل تتجلين لي وتحبينني كما كنت تفعلين؟ وهل تلهمينني الحياة والسلام من جديد؟ هل ستفعلي ما ذلك حقا فتدب فيه Created with الحياة free version ويحلق for جناحه non-commercial ويهتف use. بفرحته لعودة الربيع واخضرار الأرض، أو تتركه في يأسه وحيرته، يحاصره شتاء الاكتئاب وتطبق عليه جدرانه المظلمة الخرساء في سجن الجنون الذي سيبقى فيه طوال ال40 سنة الأخيرة من عمره. لكن من هذه المحبوبة التي أطلق عليها الشاعر اسم الكاهنة الإغريقية، اسم الكاهنة الإغريقية القديمة ديوتيما، التي أجرى أفلاطون الحكمة على لسانها في محاورة المأدبة، وجعلها تعلم سقراط ما لم يكن يعلم من أسرار الحب الفلسفي؟ ومن هذا الشاعر الذي ساقه القدر إلى طريقه كما ينساق الحالم في النوم واندفع إليها حين تصور أن الرؤيا والنبوة تتحققان؟ ولد هيلدرين في ال20 من شهر مارس سنة 1770 في Created بلدة with free لاوفن version for على نهر non-commercial use. الينكر في منطقة أشفابنا المعروفة بغاباتها وجبالها الغامضة التي غرست في سكانها حب الوطن والحنين الدائم إليه مثل حنينهم الصوفي إلى عالم مثالي موغل في البعد والخفاء والطموح. مات أبوه وهو طفل صغير وتردد على مدارس الأديرة قبل أن يدخل المعهد الديني في مدينة توينجن تحقيقا لرغبة أمه الطيبة المسكينة، واحتمل مرارة الحياة الخشنة الصارمة بين جدران هذه الزنزانة اللاهوتية التي تعرف فيها على صديقي صباه وفيلسوفي المثالية الألمانية الكبيرين هيجل وشيلينج، ولم تلبث الصداقة والمحبة أن جمعت بين الثلاثة كما جمع بينهم الطموح إلى عالم مثالي تتحقق فيه الحرية ويتم الخلاص من الظلم والركود والاستبداد الجاثم على صدور أبناء شعبهم وصدورهم. واشترك الأصدقاء في قراءة أفلاطون وروسو وشيل وسبينوزا الذي عبرت الكلمة اليونانية القديمة الواحد والكل عن مذهبه في وحدة الوجود، وأثرت بعد ذلك على حياة هيلدرلين. وكان من الطبيعي أن يتأثر شاعر مع شباب جيله بالثورة الفرنسية التي تأججت نيرانها فجأة، فبدأت كأنها فجر الخلاص والأمل في الحرية والتقدم والكرامة. ومع كل يوم يزداد بعدا عن الوعي وعن الناس، ومع كل عذاب تزداد لغته تكثفا وغموضا، وتشتد قسوة قدره المعذب الوحيد، فينحني له راضيا ومطمئنا، وتستجيب له نفسه الوادعة في خشوع وانكسار. يقول: أيتها الروح، أنت يا جمال العالم، يا من لا تتحطمين، أيتها الساخرة الفاتنة بشبابك الأبدي، أنت حية باقية وما الموت وكل عذاب البشر إذا قرن بك. آه، كثيرة هي الكلمات الجوفاء التي صنعها هؤلاء المدهشون، ومع كل ذلك فكل شيء يصدر عن الفرح وينتهي إلى السلام، وما مظاهر الشذوذ في العالم إلا كالخلاف بين الأحباب، إن الصلح قائم في قلب التنازع والشقاق، وكل ما تفرق سيلتقي من جديد، والشرايين تتشعب ثم تعود فتصب في القلب، وتظل الحياة الواحدة الخالدة المتوهجة هي الكل. وعاد شاعرنا يجرب حظ المعلم الخاص البائس، فالتحق سنة 1796 ببيت رجل من رجال المال والأعمال والبنوك يدعى جون تار في مدينة فرانكفورت. هنالك لقي من المهانة ما لم تحتمله نفسه الحية الوديعة، فصبر 3 سنوات على النزيف المستمر من جرح الكبرياء، قد عوضه القدر عن ذلك بالنعمة الوحيدة التي عرفها في حياته البائسة، فأحب ربة البيت سعوديته جون تار، وبادلته السيدة الرقيقة حبه، ومدت يدها الحنون إلى روحه الغريقة في ظلمات الاكتئاب، ووجد فيها مثال الإنسانية الجميلة الطاهرة. يقول عنها إذ يناجيها بعد رحيله عنها في قصيدة عنوانها ديوتيما:
حيث اضطر أن يغادر البيت الذي تحققت فيه الرؤيا، غادره مهانا مدحورا وافترق عن المحبوبة التي لم تجد حيلة في الفراق، فحبست حبها في صدر عشش فيه السل وافترس حياتها بعد ذلك بسنوات قليلة. تسكتين وتصبرين وهم لا يفهمونك، يا أيتها الحياة الغالية تذبلين في صمت لأنك وحسرتاه تبحثين عبثا بين البرابرة عن أهلك في نور الشمس، عن تلك الأرواح النبيلة الحانية التي ما عاد لها وجود، غير أن الزمن يسرع الخطى ولا زالت أغنيتي الفانية ترى اليوم الذي تسميك فيه يا ديوتيما. لكن ديوتيما قد غابت عنه إلى غير رجعة، وصار الفراق عنها هو مأساة وجوده كله. آهن، أين أنت الآن يا حبيبة؟ أخذوا مني عيني وقلبي، فقدته بفقدها، لهذا أهيم هنا وهناك مقضيا علي أن أعيش كما تعيش الظلال، وكل شيء يبدو بلا معنى. وهذه شذرات أخرى من أشعاره، يقول: عندما ينوح الآن قلب الأم في وحدته الأليمة، وتنشر الأم المظلمة وهي تذكر الاتحاد القديم ذراعها النارية للأثير، وأتي ملك الشمس في هالة إشعاعه، هنالك نغوص في اللهب المقدس علامة على قرابتنا له. وكذلك يقول: بلا قدر كالرضيع النائم يتنفس المخلصون أعفاء مصونين في البرعم الطيب، في البرعم الطيب تزدهر أرواحهم أبدا، وعيونهم المباركة تظل في هدوء وصفاء خالد. أما نحن فكتب علينا ألا نهدأ في موضع أما نحن فكتب علينا ألا نهدأ في موضع والبشر المعذبون يتلاشون يسقطون كالعميان من ساعة لأخرى، كما تندفع المياه على مر السنين من صخرة لصخرة إلى الهاوية الغامضة. وأخيرا، فقد حاصره الشتاء وهو هو ذا يعلن صرخته للريح: ويلي لو جاء شتاء، أين سأقطف أزهاري وألاقي نور الشمس وظل الأرض؟ تبدو جدران أمامي باردة خرساء والرايات ترفرف في الريح، وأقبل الموت فخلصه من حلمه أو من رؤياه في اليوم السابع من شهر يونيو عام 1843، وتمت دورة الحياة التي غناها قبل ذلك بأكثر من 40 عاما. تطلعت روحي إلى السماء، غير أن الحب جذبها إلى الأرض والعذاب قهرها بقوة. هكذا أعبر قوس الحياة وأعود إلى حيث جئت. وأخيرا، أختتم الأمسية بنص الذي عنوانه سل القمر. تخيلي أي حزن سوف يغمر القمر لو غادرت نجومه دارته وأزمعت يوما سفر. تخيليه وحده توسد الغيم ونام، كالفقير الجائع، كاليتيم المنكسر، يراقب الدروب على ومضة من نجمة نادمة آبت إليه تعتذر. أخيلة ووسوسات جمة، فلا يرى مما مضى غير بقايا من صور، أنى له السلوى وكيف يصطبر؟ حشاشة في صدره والقلب بات يحتضر. سل القمر كم رافق العشاق في ليل الهناء والسمر، وكم عيون حلوة نجلاء أضناها السهر. يا ليل يا عشاق يا سمار يا كل البشر، أنبيكم أني عشقت وابتليت بالهوى كسندباد تائه يسلمه المحيط النجاة إلى البحر. هل من دواء يشترى؟ هل ثمت رياق لمجروح الهوى؟ بالله قل لي يا قمر.
وإلى أن ألقاكم أحبتي، كونوا بألف خير وصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.